لقد تحدث عن الأمور أو المنظومة القضائية. Judiciary reform, we are waste our time. فأعتقد أننا سوف نكون أو نضيع الوقت لأن المنظومة القضائية في حاجة إلى تغير شامل، وذلك بالطبع لأن معظم القضاة كانوا ضباط سابقين وهم طوع بنان السلطات التي استخدمتهم، وبالطبع هذا يفسد المنظومة القضائية. لو تحدثنا عن الإصلاحات علينا أن نتحدث عن تغيير شامل وجذري للمنظومة القضائية، وأن نسمح للمحامين بأن يعملوا كقضاة اليوم. شكرا. هل شكرا جزيلا لهذه العروض المعلوماتية الرائعة جدا. كمال إيمس، سؤالي يتعلق، تحدثتم عن الإصلاحات السياسية والاقتصاد السياسي وإصلاحاته. الإصلاح بالطبع يحتاج إلى مصلح، وهذا يتعدى مجموعة من الأشخاص الذين تحت ستار الإصلاح يحاولون أن يحققوا مصالح خاصة لهم في الأسواق وما إلى ذلك، وهذا طبعا الوضع أو بهذا الخصوص، فإن أحد الأثيال في الغرفة كما يطلق على المشكلات the big elephant، فإنها الولايات المتحدة، والسؤال هنا قد ظهر كثيرا على السطح في مصر فيما يتعلق بالقدرة على قدرة الدولة على التدخل في القطاعات الخاصة وما إلى ذلك. من ضمن الدول التي أشرتم إلينا أو التي أشرتم إليها حيث كانت الدولة هي من تمتلك زمام الأمور وكل هذا، ما هي الطريقة المثلى للدولة في هذه التحديات؟ هشام سليم من الإيو ديليجيشن. هشام سليم من الاتحاد الأوروبي إيو ديليجيشن. سؤالي، هل يكون مقبولا أو مسموحا للدولة المصرية لأن تقوم باستهداف القطاعات المعينة للتصدير في الناتج الذي له صفة تنافسية في الأسواق العالمية، وأن تضع مصر السياسات المصرية المتعلقة بالقضاء والتعليم والبنية التحتية وما إلى ذلك في كمساندين أو في مصلحة هذه القطاعات الخاصة، أم هو يكون من الأفضل أن نضع السياسات بشكل أفقي ينطبق على الصادرات بشكل عام، وأن نترك السوق يقوم بواجبه أو أن نتركه يتحرك من تلقاء ذاته؟ أعتقد أن هذه كانت التجربة في كوريا وربما أيضا في هولندا، لست متأكدا، ولكن سنوات مضت كان هناك 12 قطاع استراتيجي، ولكنهم ركزوا في استخدام الموارد على هذه ال 12 قطاع ليصلوا إلى أهدافهم. سوف نأخذ الدكتورة عبلة والتعليق الذي تود أن تضع. شكرا جزيلا دكتور خالد، شكرا لهذا الكتاب الرائع والعرض الرائع، وطبعا دكتور عادل بشاي أستاذي. I want to go to the core of your book.
أحب أن أذهب إلى الصلب لقد جملة واحدة لخصت كل شيء وهو أن الإصلاح يختص بإعادة التوزيع ما بين المنتصرين والخاسرين أو الفائزين والخاسرين. وقلت أيضا في حديثك أنه ليس من الضروري أن يكون هناك ثورة تحدث التغيير، ولكن إذا أردنا التغيير نستطيع التركيز على الإدارة العامة والتعليم وما إلى ذلك. لكني أحب أن أقول وأن في كل مجال من هذه المجالات نحن نواجه فكرة الخاسر والفائز. ماذا تقترحون من أجل إزالة هذه العقبات حتى على الحدود القطعية؟ ماذا عسانا أن نفعل إذا هذه المشكلة؟ اسمحي لي أن أبدأ بهذا السؤال. وكما قلت وذكرت في كتابي، هذا السؤال من أصعب الأسئلة، لأن الفائزين لديهم مناطق قوة قد يكونوا مرتبطين بالمؤسسة الدينية أو المؤسسة العسكرية أو كبار رجال الأعمال، وبالطبع لن يودوا أن يتنازلوا عن مناصبهم أو قوتهم. ولكن في نظري أعتقد أن إذا استغنى الفائزين عن بعض الأشياء قد يدركوا أنهم سيتحسن وضعهم إذا غيروا بعض ما يمتلكونه. وعمليا أعتقد أننا يجب أن نبدأ بأمور عدة. لن نقول أن الفائز سيصبح الخاسر وإلا ستندلع حرب علينا، ولكن سنقول أن الفائز قد تصبح جائزته أقل إلى حد ما. هناك فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء أو بين الفائزين والخاسرين. لن نقول سينعكس الوضع، ولكن سنقول سيتغير نسبيا. وتسلمت رسالة من رئيس وزراء باكستان منذ عدة أيام، وأرسلت إليه رسالة وقلت إن أساسه وحملاتهم المختلفة غالبا ما تكون مليئة بالشعارات الرنانة، ونقول سنقوم بذلك وسنقوم بذلك، ولكن يجب أن تقوم بأمور أخرى إذا أردت أن تفي بهذه الوعود الانتخابية. سأتحدث عن كوريا لأنني لدي خبرة في هذا الصدد. عندما قام الرئيس بيونغ هي، وهو يأتي من خلفية عسكرية، واجه وضعا صعبا. كان هناك فساد كبير في قطاع الأعمال الخاص، وأول ما بدأ به هو السيطرة على بعض أو الحديث إلى كبار رجال الأعمال في الشركات الكبرى، بما في ذلك الشركات الكبيرة حتى في اليابان. وهو أراد أن يشرح لهم الوضع، وقال لهم أنا أعرف معنى الفساد، أو أنا أشرب من دم الفقراء، أو أنا لا أستحق العيش، أو بعض الأشياء التي يشار إلى رجال الأعمال بها. وأنا لا أعتقد أن أي رئيس حتى رئيس السيسي سيعجب بمثل هذه اللوحات إذا حملها الناس.
ولكن هدد الرئيس بأنه سيقوم بمصادرة أموالهم وأملاكهم، وقد يحكم عليهم بمؤبد مدى الحياة أو ما إلى ذلك. ومؤسس سامسونج في هذا الوقت قال: سأتنازل عن ممتلكاتي. ولكن يجب أن تدري أنك لن تنجح دوننا، لن تنجح دون القطاع الخاص. لذا أدرك أن خروج الناس بهذه اللوحات لن يجري نفعا على البلد، ولكن تحديث قطاعات التعليم والصناعة هو الحل السحري. وأدرك أنه بحاجة إلى القطاع الخاص ليقوم بذلك، قطاع خاص رابح مربح للآخرين. لذا قام بتجديد أجندة القطاع الخاص وضمنها بأهداف اجتماعية. عندما وصل إلى سدة الحكم مثل من جاءوا قبله، قام بعض العلماء الاقتصاديين بتقديم بعض الأفكار له وقد قبلها، وهذا من حكمته. قالوا: سيدي الرئيس، إن مسؤوليتك الأولية هي أمان كوريا، وكوريا الشمالية تمثل تهديدا لنا ولديها جيش أكبر، وأحيانا يؤدي اقتصادها أفضل من اقتصادنا. أيضا نتعرض للتهديد لأن الصين تدعم كوريا الشمالية. أمريكا قد تقدم لنا بعض الدعم، ولكن لا يمكننا أن نعتمد عليهم لأنهم قد يسحبون قواتهم في أي وقت. يجب أن نقف على أيدينا وأرجلنا وأن نعتمد على قوتنا العسكرية. ولكن هذا لا يعني العصيان أو أدوات الحرب التقليدية، ولكن يعني التكنولوجيا، ويجب أن نشتري هذه التكنولوجيا من الخارج. وإذا أردنا أن نشتريها يجب أن نقترض حتى تتوفر لنا الأموال. الطريق الوحيد للحصول على العملة الصعبة هو التصدير. إذا أردت لكوريا أن تنعم بالأمن والأمان، عليك أن تقوم بالتصدير. لذا فالمسألة كانت التصدير أو الموت. والرئيس كان يقوم برئاسة اجتماعات شهرية ويسأل رجال الأعمال: ما الذي حققته في بعض الأهداف؟ ويقول رجل أعمال: لم أستطيع أن أحقق الهدف. يقول آخر: حققت الهدف. وأحيانا يشتكي من بعض الوزارات المحلية وأدائها، وزارة القوى العاملة أو وزارة أو ما إلى ذلك من الأشياء المختلفة التي قد تعيق القدرة على التصدير. ويعطي، كان الرئيس يعطي الأوامر ويقول: هذا الأمر يجب أن يتصدر أولوياتنا وأولويات عمل الحكومات. كان يسأل هذه الأسئلة شهرا تلو الآخر. وإذا لاحظ أن هناك شخص يقوم دائما بالتستر وراء الأعذار، يقول له: سأبيع جزء من شركاتك. وفي مرحلة ما سألت نائب الوزير: أنا أسمع كثير عن النجاحات الكورية، ما هي قصص الفشل؟ قلت: أود أن أقابل رجل أعمال فشل من عندكم. وقام بالاتصال بي وقال: هل أنت متاح على العشاء؟ قلت: حسب ما ستقدمه لي. وقال أن الرئيس كوك جي أو رئيس شركة كوك جي عفوا يود أن يدعوك على العشاء ليتشارك معك قصة فشله. وقال لي أن الحكومة الكورية تستطيع أن تقوم بذلك ولا تستطيع أن تقوم بكذا وكذا. والرئيس جون جوان كان سيترك البلد وخلفه.
سيأتي إلى سدة الحكم، ولكن الرئيس يود أن يدير الأمور من خلف الستار. وكان يطلب من رجال الأعمال أن يسهموا في ذلك، وكانوا يقومون، نحن قمنا بإسهامات كبيرة بالفعل. ثم قال لا، لن أقوم بذلك. ووجد أن أرصدته تجمدت، لم يستطيع دفع أي ضرائب أو أي فواتير بسبب موقفه، وأخذ يترجى الحكومة، سأقوم بكل ما تطلبه مني ولكن أرجوكم أعيدوا إلي أموالي. قالوا عليك أن تبيع مصنع الحذاء الخاص بي، وقال هذا المصنع مربح للغاية، وكلما أرى أسعار الحذاء ترتفع أجلس وأبكي على خسارتي. لذا عندما نتحدث عن حكومة تضع التنمية على رأس أولوياتها وتوفر لها كل سبل النجاح من أجل تحقيق الهدف، أنتم تتحدثون عن هذه الأشياء. رئيس أيضا غرفة الصناعات الثقيلة قام بتشجيع الصادرات للإيفاء بالاحتياجات المختلفة. وهذا يأخذني إلى السؤال الذي طرحته، هل يجب أن تختار مصر الفائزين أم تترك الشيء لآليات السوق؟ هناك سؤال آخر طرح عن إصلاح منظومة القضاء والعدالة في مصر. أعتقد نعم، طرح شخص هذا السؤال. المشكلة في اختيار الفائزين هو أن الأمر ليس بهذه السهولة. لو كان الأمر سهلا كنا سنستثمر ملايين الدولارات ونكون من أصحاب الملايين والمليارديرات، ولكن أنت لا تعرف ما هي الميزة التنافسية التي تميزك. ولكن الشعب الكوري تبع هذه الاستراتيجية، فمثلا سامسونج قامت بذلك في مجال الإلكترونيات، تصنيع الإلكترونيات. ومربط الفرس هنا هو أنك إذا اخترت الفائز وقدمت له بعض الدعم، وقد قامت كوريا بذلك، ولكن الأهم هو سعر الصرف الذي يصل إلى 4% من البنوك، وقاموا بتخفيض الضريبة وإتاحة رؤوس الأموال لهم وما إلى ذلك. ولكن الموارد محدودة للغاية، إذن فأنت إذا مولت بعض الصناعات ستقوم بالقضاء على صناعات أخرى. هناك بعض الصناعات الرائجة وبعض الصناعات المتدهورة في مصر أيضا الحال كذلك. لذا يجب أن تحدد هذه الصناعات، وأنت في أفضل موقع لتحدد ما هي هذه الصناعات وما هي الإجراءات الإصلاحية. أيضا قد تختار الفائز الخطأ، ففي عام 1937 و1979 دخلت كوريا في مجال الكيماويات، وحددت بعض الصناعات الثقيلة والصناعات الكيميائية لأغراض دفاعية، وقاموا بتقديم الدعم الكبير لهم والتخفيضات الضريبية والحوافز وما إلى ذلك. ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكرر بسبب ضيق الموارد ومحدوديتها، فإن أسعار الموارد التي ستحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتحسن.
كانوا يقوموا بإنتاج خزانات البترول، الشاحنات الكبيرة وغيرها من المعدات والمركبات الثقيلة. ولحسن الحظ تبع ذلك ثورة في الصادرات في هذه الصناعات ونجحت هذه الصناعات، ولكن بعضهم كانوا يقومون بالمراهنة دون حساب اقتصادي حقيقي. ومدير هونداي أو مالكها قال لي ذلك واضطر إلى ترجمة ذلك بالإنجليزية لأنني لا أتحدث الكورية. قال لي أن لم ألتحق بالجامعة، بدأت بمحل يبيع الموتوسيكل، وكان هناك احتلال منذ عام 1940 في كوريا من قبل اليابان، وقال لي لقد عم الدمار وكان علينا إعادة الإعمار، لذا حاول أن يدخل في مصنع أسمنت صغير صغير بالنسبة له. لذا بدأ في العمل في هذا المصنع، ثم بدأت فترة التركيز على الصناعات الكيميائية والصناعات الثقيلة بمختلف أنواعها. وقال الرئيس نحن بحاجة إلى بناء السفن، فالسيد شون رفع يده وقال لا يمكنني أن أشارك في هذه الصناعة، ودخل في مجال بناء السفن. وكان هذا لأول مرة في حياته لم يبني حتى زورقا صغيرا من قبل، وقال يمكن أن أبني سفينة تستطيع أن تحمل ما يزيد عن 260 طن، وكان يعرف أن الحكومة ستعوضه إذا غرقت السفينة على أي حال، لم يكن لديه أي خبرة في ذلك، وذهب إلى ميتسوبيشي في اليابان وطلب منهم مساعدته في بناء السفينة، وقالوا له ما هي مواصفات السفينة؟ قال سفينة تستطيع أن تحمل 260 طن، وقاموا ببناء السفينة. وكان هناك نكتة تقول لا نعلم إذا كانت هذه السفينة ستطفو أن تغرق، لا نعلم ذلك، ولكن طفت السفينة قاموا ببناء سفن أخرى، وقاموا بإتقان نوع معين من التكنولوجيا يمكنه من بناء هذه السفن. بنى هذا الشخص 4 سفن متطابقة، ثم أخذ صناعة السفن إلى المستوى التالي، ولكن هذه كان مخاطرة كبيرة أو مراهنة، كان من الممكن أن يفشل ويخسر أمواله وسمعته وما إلى ذلك. وأيضا هناك 4 سفن بنيت على نفس الطراز، كان يجب أن ننهي العمل في نفس الوقت وأن تعمل هذه السفن بنفس الطريقة. كانوا يعملون ليلا ونهارا للانتهاء من كل أطراف السفينة، وأيضا السفينة مجهزة بأحدث التقنيات بمانع للصوت وما إلى ذلك، لذا اختيار الفائزين يجب أن يتم بحذر شديد. وفي حالة مصر هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تحدد فيها الفائزين، فمثلا لدينا قطاع جميل في إنتاج قطن، أحيانا يتم استخدامه في تصنيع بعض الملابس الرديئة. يمكنك أن تقول هذا القطاع يمكن أن تتحسن أسعاره وأن نخلق صورة لمصر في الخارج، وأن تكون لدينا ماركة مصرية معروفة تتحدث إلى منتجي القطن وتقوم بتقديم بعض الحوافز الضريبية أو حوافز الاستثمار لهم. ولكن من الصعب مثلا
أولاً أن نقول أن لدينا شركة كبيرة في مجال الحديد أو في مجال الإلكترونيات، والمخاطرة في هذه القطاعات كبيرة لأن هناك شركات أو بلدان أخرى أكثر تنافسية منا في هذه الصناعات المختلفة. سؤالك يأتي في قلب المحادثة، ما هو دور الدولة؟ نظام السوق الحر له قوته وله آلياته المختلفة. والقطاع الخاص يجب أن يطلع بدور ريادي أو حتى دور مسيطر، وبصراحة أنا لا أعلم موقع القطاع الخاص. يجب أن يتمتع القطاع الخاص بديناميكية وأن يقوم بإنتاج السلع المختلفة وتصديرها أيضا، ولكن لا أعلم إلى أي حد قد نجح القطاع الخاص في ذلك. هل يقوم القطاع الخاص باستبدال الاحتكار الحكومي باحتكار الشركات الخاصة؟ لأن القطاع الخاص يجب أن يحقق الأرباح عبر الفاعلية والكفاءة الاقتصادية، ولكن إذا حقق الأرباح عبر حرمان الأطراف الأضعف من المنافسة فلا أدري ما الذي يمكن أن أقوله إذا كان الحال كذلك. هذه قصة شخصية بناء على خبرتي. سمعت من مدير البنك الدولي أن السفيرة الأسترالية حصلت على عشاء في مكان ما وقامت بدعوتي على العشاء، وكانت تود أن تناقشني في قانون المنافسة، وتناقشنا لمدة ساعتين، وكل رجل أعمال وقف وقال إن هذا القانون هو ما نحن بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى التنافسية، نحن بحاجة إلى قانون المنافسة، ولكن الظروف والملابسات ليست ملائمة. بعد العشاء وبعد هذا الاجتماع الطويل قال لي أحد المحامين، لديك الكثير من المحتكرين في مصر، وقال أنا أدعو الله أن أكون مثلهم، ولكن الآن لدينا قانون خاص بالمنافسة. القوانين موجودة، ولكن ماذا عن تطبيق أو إنفاذ هذه القوانين؟ نعم، كما تعلمون إنفاذ القانون أمر مهم. لا يجب أن نعادي القطاع الخاص أو تكون لدينا نزاعات قومية. القطاع الخاص سيساعدك في تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسك، زيادة الإنتاج، زيادة التصدير وما إلى ذلك، تحسين أحوال المعيشة، القيام ببعض الأعمال المجتمعية الخيرية وما إلى ذلك، ولكن عليك أن تقوم بذلك على أساس اقتصادي صحيح، على دراسات الجدوى الاقتصادية، على الأبحاث، على أقسام التنمية بهذه الشركات. يجب أن يكون هناك رجال أعمال مرتبطة بالحكومة، ويجب أن أو تتحدث إلى الحكومة. هناك شخص تحدث عن قطاع العدالة ويبدو أنه على دراية بهذا القطاع أكثر مني.
أود أن أستغل هذه الفرصة لشكر المركز المصري للدراسات الاقتصادية على دعوة الدكتور خالد إكرام، وهو صديقي وهو ابن بار بمصر، وأنا أشكره على كل كتاباته الصادرة عن مصر التي تعد أفضل من الكثير من الكتب. في هذا الكتاب ناقش الدكتور خالد كما قال الدكتور بشيء السياسة للاقتصاد فقط، وأنا أعتقد أنه ذكر مجالين أو ثلاثة بحاجة إلى مزيد من الدعم: الإدارة العامة، السياسة العامة، القادرة والمرنة والحازمة في بعض الأحيان. أيضا قطاع التعليم في مصر يقدم لنا الكثير من المتعلمين، كان ذلك الوضع ولكن الوضع تغير، وكما قال رئيس وزراء سنغافورة نحن ندفع للمعلم راتب الوزير لنحصل على تعليم ذي جودة. وبالأمس قال لي أحد الأشخاص أن مرتب المعلم 1000 جنيه مصري وهو ما يعادل $50 أمريكي، كيف يمكنك أن تتوقع أن يقوم بذلك المعلم؟ أن راتب ضابط الشرطة قد يصل إلى 4000 جنيه مصري. أنت أيضا تحدثت عن المجتمع المدني، المجتمع المدني قطاع ديناميكي في مصر يقوم بالأعمال الخيرية وتقديم بعض الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها بطريقة لائقة، ولكن المجتمع المدني لا يحظى بحب الحكومة أو بإعجاب الحكومة. أحيانا يتم تجريم أنشطة المجتمع المدني، وقد توقفت بعض المنظمات عن عملها بعد صدور القانون الجديد، لأنك إذا قمت بانتقاد الحكومة قد تذهب إلى السجن لقضاء 5 سنوات. It will be revised. It has not been revised. بالطبع سيجرى مراجعة هذا القانون، ونأمل أن يجرى تغييره، ونحن ننتظر نتائج المراجعة. نحن ننتظر النسخة الجديدة أو المسودة الجديدة من القانون. نحن بحاجة إلى ركائز أساسية في الإدارة، وقد قامت الدولة بإلغاء المجلس الأعلى للاقتصاد، وأيضا قاموا بتغيير هيكل وزارة التخطيط لتقوم بتخطيط إرشادي وليس تخطيط فعلي. أيضا ماذا عن دراسات الجدوى؟ أنت تدخل في الأمور السياسية وتغرق فيها. هنا الوضع هنا يتعلق بحكومة تود أن تطلع بدور قيادي دون قيادة حقيقية أو دراسة للأمر، وهذا الوضع يختلف كثيرا عما كان قائما في الدول الآسيوية. وأأمل أن يقرأ الناس أو أن يقرأ المسؤولون عن السياسة في مصر كتابك ليعلموا ما معنى فاعلية الإدارة العامة وفاعلية المجتمع المدني وجودة جودة قطاع التعليم. اسمي مها مصطفى، وأنا أعمل في الجامعة الأمريكية ومكتب النشر بها. أشكرك على هذه المحاضرة الشيقة، وسأشتري كتابك بالطبع. النقطة التي أود أن أتحدث عنها هي أنه على الرغم من إجابتك على سؤال دكتور عبلة، لا أعتقد أن هذا هو الحل لمصر، وعلى الرغم من أمثلة كوريا وجنوب كوريا لا يوجد أي ضمان أن يمكننا أن نكرر ذلك في مصر. فمنذ عام 1952 ترسخ النظام، وهذا النظام استمر بالرغم من كل ما يحدث.
هناك أطراف فائزة معينة، ويجب أن تتوفر إرادة سياسية قيادية بعزيمة كبيرة لإجراء هذا التغيير. وحتى إذا توفرت الإرادة لن يسمح النظام بذلك. هذا هو التعليق. سؤالي، ذكرت أن وتيرة الإصلاح في مصر بطيئة، ولكن لم أتمكن من فهم ذلك. قلت يشعر النظام المصري بعدم الأمن، ماذا تعني ذلك؟ لأننا ليست لدينا حرية الانتخابات. قد أكون قد أخطأت الفهم أو لم أستمع جيدا لك. قلت أن في أدبيات البحث الخاصة بالسياسة في مصر هناك إجماع أن النظم المصرية لا تأتي إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة. نعم، تحدثت عن الماضي. But this is not unique to Egypt. I mean that. ولكن هذا الأمر لا يقتصر على مصر. حتى النظام الكوري لم يأتي إلى الحكم بانتخابات. وأيضا الأمر ينطبق على النظام في تايوان وفي الصين وغيرها من الدول. ولكن الوضع كله يعتمد على إضفاء طابع شرعي على الحكومة. فالنظام الكوري مثلا قال نعم لم ننتخب، أتينا بالقوة، ولكن سنقوم بأمرين: سنوفر لكم ظروف معيشية أفضل، سنحقق تنمية اقتصادية حقيقة، وسنحميكم من خطر كوريا الشمالية. وفي تايوان كانت نفس الوعود قطعت، وقالوا سنحميكم من الصين وسنقدم لكم ظروف اقتصادية ومعيشية أفضل. ضربت مثالين فقط. بالطبع يجب أن تكون التنمية الاقتصادية على رأس الأولويات، وقد قالت كوريا نحن نفهم عواقب الأمر. العواقب ستكون أننا ما لم يكن لديك استقلال اقتصادي لن يتوفر لك استقلال سياسي. ما لم نقف على أرجلنا اقتصاديا سننصاع لأوامر أمر وسنحتاجهم من أجل تمويل الدفاع والتكنولوجيا وما إلى ذلك. بغض النظر عن ما نشعر به، يجب أن ننصاع لأوامرهم. وتايوان قامت بالأمر نفسه. ورئيس الخارجية في كوريا قال أنه قد أمر السفراء بأن يقوموا بمنعهم من الاقتراب كثيرا من كوريا الشمالية وبزيادة الصادرات الكورية. ثم يجرى دعوة السفراء أو الوزراء إلى اجتماعات شهرية لمراقبة أدائهم في هذه الأمور. الأهداف كانت واضحة، وضوح الشمس. لم تكن الأهداف تتعلق بكوننا القائد الأكبر للعالم الأفريقي والعربي والإسلامي، لا. كل قائد يستحق الثناء بسبب اختياره لهذه الأهداف، ولكن قلت أن كل اختيار كان له عواقب ويجب أن تتعامل مع هذه العواقب. ومثلا شعار كل الحشيش أو eat grass. مصر لديها أهداف سياسية واقتصادية، ولكنها لا تؤدي بما يتماشى مع إمكاناتها. أتمنى أن أكون قد أوضحت لك الأمر بعض الشيء. الوقت يداهمنا، أود أن نقوم ببعض التعليقات الأخيرة، وأنا أعتذر للسيد الذي يجلس في آخر القاعة. لدي دقيقة ونصف هنا.
عندما كانت هناك احتجاجات في عام 1977 بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لا يجب أن تقوم بكل ذلك في نفس الوقت. وكما قال آدم سميث، الاقتصاد الحر أودعهم يقومون بما يرغبون به، يقصد اقتصاد السوق الحر، ولكن ازداد الأمر تعقيدا ولذا شعر الناس بالخوف. ثانيا تحرير سعر تعويم الجنيه المصري قمنا به بطريقة عشوائية، لأن القيام في لندن pound devalued by 14.7%. Callaghan, the Chancellor of Exchequer, appears and said, "You heard the pound was devalued. I had it for lunch. The Kuwaiti finance minister was me. I said no. I had to say no because of the cabinet secrecy. I swore to it, but at the same time I lied because I lied. I'm resigning. But if you spend 3 years talking about float." ولكن إذا استغرقت 3 سنوات تتحدث عن تعويم الجنيه المصري، وذلك سيترتب عليه معادلات اقتصادية صعبة، لأنك أجلت الأمر لمدة 3 سنوات. ولكن إذا قمت به منذ 3 سنوات سيكون الدولار ب10 جنيهات، لأنك بسبب التأجيل أتحت الفرصة للسوق السوداء وتزداد الخسارة الاقتصادية بطريقة متضاعفة. نحن تحدثنا عن الإصلاح ولكننا عانينا اقتصاديا، ويمكن إثبات ذلك بالأرقام، لأننا قمنا بذلك بطريقة عشوائية وبعد تأجيل لمدة 3 سنوات. أعتقد أننا تخطينا أمر الإصلاح الآن ودفعنا الثمن غاليا. أود أن أختتم كلمتي بملاحظة وجيزة للغاية. أعتقد هنا أن عندما يأتي الناس من الخارج لإزداء النصيحة إلى مصر، يجب أن يعوا ويفهموا أنهم ليسوا على دراية بمدى تعقد الوضع الاقتصادي بمصر، وإلى حد ما يجب أن يشعروا بالتواضع ليستمعوا إلى من يعيشون على أرض الواقع. الشغب الذي حدث في عام 1977، أنا كنت هنا في يناير في هذا العام، وعملت مع الكثير من الجهات، وكنت أرى أن الناس يطلبوا من السيارات الوقوف ويجبرونها على الصياح بشعارات مناهضة للحكومة كما أتذكر. وفي اليوم الثاني تحدثت إلى صديقي سمير، وكان يترجم لي كل ما يقوله الناس في الشوارع وما هي الصيحات والشعارات التي يرددونها. ثم اتصلت بفريق الاقتصاد بالبنك الدولي وقلت لهم أنا يثورني القلق إزاء هذا الوضع، وإذا ساعدتم مصر سنرى تدهور للوضع، وذلك سيصير عكس اتجاه الأهداف التنموية. لا أود أن أضيع وقتكم، ولكن اتصل بي في اليوم التالي وقال لي: خالد، تحدثت إلى الإدارة ورئاسة منظمة البنك الدولي، وقال لي: هل تدرك أو هل تثق في حكم خالد؟ فقلت: نعم، وسنقوم بالتمويل. ثم قال لي أن المجموعة الاستشارية الأولى ستعمل مع مصر بغض النظر عن توقيع اتفاق التمويل أم لا، ولكن وتيرة الإصلاح يجب أن تتم بمشاركة المصريين. تحدثت إلى قيسوني وأشخاص آخرين وصلاح حامد،
وقمنا بالفصل بين النهجين وترون ما الذي حدث بعد ذلك. حدث شغب ومظاهرات كثيرة. ولذا ففي كل مرة كنت هنا حصلت على عشاء مع السفير الأمريكي وهو رجل ذو ثقافة عالية. كنت في يونيو أو يوليو أعتقد وقال لي معالي السفير كيف كان الوضع؟ كيف تنبأت بالمشكلات؟ أنا لدي أكبر بعثة تنموية في العالم ولم أستطيع أن أتنبأ بهذا الأمر. قلت له حسنا اسمعني سيدي، لا هذا الأمر لا يتعلق بحكمتي أو ذكائي، ولكن الفرق هو أنني أؤمن أن المصريين يفهمون الاقتصاد أكثر مني، وقد تحدثت إلى المصريين في الشارع العامة، وعندما أقابلهم كنت أستمع إليهم، وكان لدي بعد ذلك اجتماع في البعثة، ولكن من السابعة إلى الواحدة ظهرا أتحدث إلى المصريين فقط، لا أتحدث إلى أي أشخاص من الخارج، وقد قاموا بتقييم الوضع وأنا أثق في رؤيتهم للأمور. قلت له من أين يأتي ممثل صندوق النقد الدولي؟ قال لي من كندا، وجاري جونسون من كندا، وهناك بعض الألمان، وهناك شخص آخر أيرلندي أو شخص آخر إنجليزي وشخص آخر من نيوزيلندا. قلت له أين تمثيل المصريين في هذه البعثات؟ لديك كندي يتحدث إلى كندي، إلى أيرلندي، إلى ألماني، إلى أشخاص من جنسيات مختلفة مثل نيوزيلندا، ولكن أين تحصل على وجهة النظر المصرية؟ من أين يتسنى لك أن تفهم؟ قلت له أين تعيش البعثة؟ أين يعيش باقي أفراد البعثة؟ قلت لهم أنتم لستم على صلة بالشعب المصري. أنت كنت سفيرا في العراق وفي السعودية وإيران والآن مصر، وكنت مسؤول عن الشرق الأوسط في لندن. لماذا لا تكبر فريقك على العيش في القاهرة؟ أود أن أختتم كلمتي وأقول أن كل الأشخاص الذين يأتون من الخارج مثلي حتى يستطيعون أن يقولوا لك الممارسات الفضلة المتبعة في البلدان الأخرى، ولكن لن يعو الوضع في مصر. يجب أن تستمع إلى وجهة النظر المصرية. شكرا جزيلا لكم. ولكن الإصلاح القوي جدا الاقتصادي هو الذي تم تنفيذه، وأعتقد أني طبعا أشير أيضا إلى أهمية قطاع غير رسمي كما أشار الدكتور عادل بشاي. هناك بعض المناوشات في الاقتصاد ما بين هذا القطاع والقطاعات الأخرى. شكرا جزيلا.